السلام عليكم الإخوان، حياكم الله. معكم أخ ديالكم علي بريش، دائما فيما يخص قضية الصحراء المغربية اللي هي قضية مقدسة عند الشعب المغربي العظيم. بلا شك كلكم كتعرفوا السياسي الجزائري والد كبير، ناشط سياسي عنده قناة في اليوتيوب، كيعدل لقاءات صحفية ومحاضرات، والشخص مثقف سياسيا عنده ما يقول، وأكثر من هذا محبوب عند الشعب المغربي وعند واحد الشريحة كبيرة من الشعب الجزائري الأحرار. هذا السياسي الجزائري والد كبير قام مؤخرا بواحد زيارة لصحرائنا المغربية، زار المحبس، زار العيون، زار بوجدور، زار الداخلة، قام تم محاضرات ولقاءات صحفية وصور مع سياسيين صحراويين وشيوخ قبائل وكرموه وكذا. وكانت حقيقة زيارة ناجحة لشخص وليد كبير كسياسي جزائري لمنطقة صحراءنا المغربية. وأنا حقيقة واحد من الناس اللي متابع وليد كبير في قناته، وتابعت هذه الزيارة الناجحة بطبيعة الحال من الأول حتى الأخير. وحقيقة أنا اعتبرت الزيارة عادية جدا كأيها زيارات الجزائريين، لأنه في الأخير ليس هو الجزائري الأول الذي زار صحراءنا المغربية. عدد كبير هم من الجزائريين زاروا صحراءنا المغربية كسياح، وعدد كبير هم من الجزائريين اللي زاروا منطقة صحراءنا المغربية كسياسيين، وعدد كبير آخر من الجزائريين خصوصا من الجيش الجزائري اللي كتب وقدر عليهم زيارة صحراءنا المغربية كأسرى، سواء في حرب أمجال الأولى أو حرب أمجال الثانية. عموما الإخوان درايكات ياهي ما نكذبوا على حد، راه موجودين جزائريين حاليا في العيون وفي الداخل وفي بوجدور يزوروا صحراءنا المغربية كسائحين، يمشوا لأوروبا ويعودوا من أوروبا يدخلوا المغرب ويزوروا صحراءنا المغربية ويرجعوا للجزائر ويقولوا وأسفاه، نحن دولة بترولية وشعب فوق سفينة على أنهار من البترول والغاز، وما قدرنا نعدلوا ولا مدينة واحدة مثل العيون والداخلة وبوجدور السمارة في الصحراء الجزائرية، ولا في تندوف ولا في بشار ولا في حاسي مسعود ولا غيره. حاسي مسعود مثلا اللي تصدر الاف ان لم نقل الملايين من البراميل البترول والغاز، ومدينه او منطقه هشه كما لو انها في حرب، وهذا بطبيعه الحال ما نلومو فيه الشعب الجزائري، وانما كامل اللوم لتلك الحفنه من الكابرانات فرنسا اللي تحكم سياسيا وعسكريين في الجزائر وتنهب ثروات الشعب الجزائري. نرجعوا الوليد كبير، زيارته ما عجبت البوليزاري، وراه يتكلموا ويناقشوا ويحلوا كما بغاو، وفي الاخير حكموا عليه انه معارض جزائري وانه فقط يريد زيادة من نسبة المشاهدة وأنه خائن الجزائر، متناسين أن الخوان الحقيقيين هم تلك الكمشة السياسية الفاسدة اللي تحكم في الجزائر واللي تسبات فقر الشعب الجزائري واللي أصبحت الجزائر تسمى شعب الطوابير، متناسين على أن التبون اللي مرغ ولده من الحبس بتهمة 7 طن من الكوكايين، متناسين أن أولاد شنقريحة اللي عايشين في أوروبا ومن أغنى أغنياء العالم، بينما أبناء الشعب الجزائري مسكين راه في طوابير من أجل شكارة سميد. نساوهم شكون سباب في ذلك المحتجزين مخيمات تندوف اللي راهم يوم حاصرين يعيشوا ألا على المساعدات الغذائية الفاسدة والمنتهية الصالحة، ويوصلهم ألا ماء الشرب راكد يسموه ماء صالح للشرب ولا جبروه، الناس عطشانة، مناسينهم أن القيادة البوليزارو لها تاجر وتفيع في أبناء مخيمة تندوف العائلة الفرنسية حرقوهم أحياء، متناسين على أن بنات مخيمة تندوف راه يتباعوا ويتوزعوا على تكانات العسكر الجزائري في تندوف وبشار وغيره. لا لا، وليد كبير ما هو خائن، الخائن هو من توما يا جماعة البوليزاريو، الخائن هما دوك السياسيين اللي تحكموا في الجزائر، تبون وشنقريحة والقايدي وغيرهم من جنرالات الجزائر. ما وليد كبير فراه سيدكم، راه جزائري حر من الشعب الجزائري الأحرار اللي نحبوه ونحطوه فوق روسنا، وتحياتي الكامل الشعب الجزائري الحر اللي ما يبغي سفك الدماء وما يبغي الحرب، ويحترم الجورة ويحترم الشعب المغربي ويبحث عن الوحدة والتوحد ما تهمنا حدود. أنا كمواطن مغربي والشعب المغربي والله من دريك مستعد ما نعترف بحدود المغرب، لا تكون حدود الجزائر وحدود المغرب وموريتانيا وليبيا وتونس حدود واحدة، ونتوحدوا ونكونوا شعب واحد. غنسمعوا الإخوان تسريبات فرقشية البوليزاريو على وليد كبير،
مرة أخرى نشكر والد كبير وتحياتنا له، حياكم الله ويحيى الشعب المغرب العظيم. خطوة الحماد راح يفسر هذا، واحد عندي عن يوتيوبر جزائري عدى الجولة هون في المغرب، عدى الجولة بعض في المناطق الصحراوية. الله زقنا في ذا العالم، كل مرة يجري بيده وعزل مع المقابلات. مهم ديك مدينة العيون وتروح حد ما قط شافه مباشرة، لو عدل ابوي فيها جولة هم يشوفها حد تروح. هذا من ادم يا عدمان سابق بعد يعود يوتيوبر، هذا يبان كشي معارض للجزائريين ولا شي ذاك نبت، وداخل داخل 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 هنا تياها بس مع انه معارض ولا شي كيف تبان هذا ولا ذا. كنا نتكلم احنا عنه، هاولي نتكلم عنه انا وانت امس، عن ياسر مدى الخاض يدخل قاع قضية الصحراء ما عنده قاع بها طريق، كيف تهذا ورا كنا وراح داخل هاللان بابها السياسي معهم بابها عنه يعرف بالعيون والله يعرف دي المناطق والله. حسب بعد اللي اشتنى فيديوهاته يلود المشاهدات، يطلع المشاهدات يقرم مولي عنده جندات ثانية. شو شني مرحبا بك وسهلا. هذا الصحافي اللي تقوله، هذا صحافي ساكن في وجد مذال وفماتي في وجد، فهمت؟ وقعد قال انتم قاعدوا عاقلين اذا عدتوا الحمد لله تقرا وتكتبوا وبعقالكم انسان عدوا قاع عاقلين شوي. انا خير الجزائر اللي تسمح له في هذه الاونه اللي قاطعين معاهم الزي واللي قاطعين معاهم الجو والبر، عن لا تسمح لهذا الجزائري الكاتب كما قلت انتم يا والله الصحافي لا تسمح له شيء يدير ريبورتاج عن الصحراء المغربيه. وعودوا معنا معقولين، وراكم ياسر منكم ما هو فاهم في السياسات. هذا ساكن في وجدة، انتو خاين وطن الجزائر والله، ومازال وعايش فمات في وجدة، وتوفى اللي مشوا توفى يسترزق وتوفى على حساب على حساب الصحراويين وتوفى، انتم زار الصحراء فما قط شاف والله ولا يعرفها قا والله. مرحبتي بكم سهل، رانا اللي انا انصحوكم، رانا اللي انا انصحوكم يا اولادنا وناتنا، الله اتقوا الله في الشعب واتقوا الله في العائلات اللي تخلص الضريبه قلنا لكم في كلا الطرفين الله، وتموا صلوا وتموا صوموا وتموا زكوا عنكم باش يرتفع عنكم البلاء اللي واحلين فيه اللي جايبوا لكم المغرب وجايبين لكم مصاصين الدماء. والله مرحبتي بيكم وسهلا، والله إلا مرحبا بخيمة الساقة الحمراء ودي الذهب يا غالي. عاد خيمة ما تات خيمة ما نظلم ما تات تمثلنا، والله نحن بعد أولاد دتير هذه العاد يحيوا الشلوحة قدامنا هنا ويجيبون الشلوحة ويجيبون الشلحات. يا الناس اتقوا الله فينا، اتقوا الله فينا، احنا ما لنا حاسدينكم. إذا عدتم أقارب الله يعاونكم إن شاء الله، وإذا عدتوا عياش المغاربة الله يعاونكم إن شاء الله، ولكن قلنا لكم راهو ما يدوم إلا الصح، فهمتوا؟ راهو ما يدوم إلا الصح والله. الإنسان بعد لين يفوت يقيس ربه يمشي ربه نقي والله. أمان ذي الكهلات وأمان ذي البق اللي بقى مزرق في كل الدول والله، والله إن شاء الله يجمع شمنا أينما كان مستقلين فرضنا والله، بعيدين عن هذه الدكاكين السياسية وهذه مصاصين الدماء والله. يودي الصحافة الصفراء مرحبتي بيكم وسهلا، مرحبتي